الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني. قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي، أدعو فعبادة الرحمن أصل الدين. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. السلام عليكم. السلام. منورين. الله يخليك. وحضراتكم منورين معانا، لسه بنكمل حته من روح مصر الاسبوع ده، واخترنا ان احنا نشوف روح مصر المدفونه في مملكه التلاوه المصريه، الصوت المصري الأصيل والمختلف اللي عمل لنفسه أسطورة فيما يخص تلاوة وقراءة القرآن الكريم. مصر على مدار كل عصور زي ما اتكلمنا هي رقم واحد في المعادلة دي، هي رقم واحد موجودة فوق بأصواتها، بأصوات شيوخها الكبار، بأصوات شبابها اللي بنسميهم بقى الجيل الجديد اللي جاي يستكمل المسيرة، بكل المعاني الحلوة الموسيقية والدينية اللي موجودة في مملكة
التلاوة المصرية، المقامات اللي محدش بعرف يستخدمها غير المصريين، التلاوات والأنواع القراءة اللي محدش بعرف يستخدمها غير المصريين. النهاردة بالصدفة البحتة جدا اتنين من اللي موجودين معايا النهاردة ومشرفيني كنا مع بعض في إيران سنة 2012، وخليني أقول لكم أنا بقى شفت بعيني لأول مرة حالة التقدير الغربية يعني أو الإيرانية أو الناس الغريبة عن مصر أو اللي مش مصريين، حالة التقدير للصوت المصري وهو بيقرأ القرآن الكريم وهو بيطلب القرآن الكريم. الشيخ أحمد والشيخ يوسف وقت ما كان بيقروا القرآن في أي مكان في إيران، والله العظيم والله العظيم أنا كنت بشوف في عيون الإيرانيين حسد، اللي هو أنتوا إزاي عندكم كده، أنتوا إزاي عندكم القرآن حلو بالحلاوة دي، إزاي عندكم الأصوات الحلوة دي. اللي موجودين معانا النهاردة هنحاول نستدع معاهم ضيوفنا الكرام الأربعة، هنحاول نستدع منهم ومعاهم جزء من روح مصر المدفونة في مملكة التلاوة. الكتاب راح فين؟ الشيوخ العظام كانوا بيقولوا ازاي؟ ازاي احنا مختلفين عن الباقيين؟ المقامات بنستخدمها ازاي؟ ومشرفني النهاردة في قصر الكلام في روح مصر الشيخ سيد وردة. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. نور. الشيخ سيد وردة بخلاف ان هو برضو واحد من العباقرة اللي انه كمان خفة دمه يعني حاجة تبهج، الشيخ احمد محمد شمس الدين. اهلا وسهلا، نورنا. وهتشوفوا دلوقتي اصوات يعني شبه الناس بتاعت زمان والشيخ احمد نافع. يا اهلا وسهلا استاذ محمد، نورك. الله يخليك. بعد 4 سنين طبعا الحمد لله. الشيخ يوسف حلاوة اللي انت شفته الطلعة الاخيرة الجامدة بتاعته قريب بالنسبة لي قوي، هو يمكن ما ياخدش باله بس انا بشوفه حته كده من روح الشيخ البهتيمي الله يرحمه. احنا طول الوقت بنتكلم على مملكه ودوله التلاوه المصريه، فانا بس اخد من كل واحد فيهم كلمه في الاول كده عن هو بيشوف المدرسه التلاوه المصريه ازاي، خصوصا انه ثلاثه منكم من الجيل الجديد. شيخ احمد. طبعا مدارس التلاوه القديمه يعني امثالنا يعني الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمود محمد رمضان كانوا دول اساتذتنا في التلاوه، ودول النهج والمسار اللي احنا بنمشي عليه والاجيال القادمه باذن الله، لان هم الحقيقه جمعوا ما بين فن التلاوه في التعبير الموسيقي النغمي في التعبير عن الآيات والتصوير في القصص القرآني، وكما أنهم طبعا باستثناء الإتقان في أحكام القراءة كانوا ملمين بعلوم القراءات، فاحنا مشينا على دربهم وعلى نهجهم في التلاوة. انا هاجي لك تاني بقى في مين بيحب يقلد مين، بس الشيخ مسلم انت بتسافر كتير بره، رد فعل الناس اللي بره سواء في تركيا في ايران في الاردن في دول عربيه في دول اوروبيه على القراءه المصري عامل ازاي؟ طبعا القراءه المصريه ملهاش مثيل، وان كان كل بيحاول يقتبس منها في العالم كله. اللي كان بيميز طبعا المدرسه القديمه ان هم بيتميزوا بحاجه اسمها السهل الممتنع، يعني في سلاسه في الاداء مع انفعال وتوصيل للمعنى اللي عايزين يوصلوه للمستمع. فطبعا المعادله دي يعني مش سهله، لا هي صعبه جدا، هي بتطلب طبعا اخلاص وفهم ودرايه بكل ادوات القارئ المتمكن. فده طبعا يعني بتبقى رسالة مباشرة من القلب للقلب، القارئ بيأدي وبيحاول يتفنن يوصل المعنى، فطبعا بيبقى تأثيره يعني. بتزعل لما تشوف الناس منبهرة بيك برا وتيجي هنا في مصر تحس ان الموضوع عادي يعني؟ لا طبعا ما زعلش طبعا، لان هنا مصر مليانة طبعا وهنا الأذواق كتير، هنا عندهم اختيارات، هناك ما فيش اختيارات طبعا. اللي راح يعني. طيب شيخ سيد، عندي بقى ليك سؤال عجب. لسه في سميع زمان اللي هو الراجل اللي كنا بنسمعه في الكاسيت كده ورا الشيخ محمد رفعت، ولا بنسمعه في اي تسجيل ورا الشيخ عبد الباسط وهو متيم وهيمان، لسه النوع ده موجود اللي هم الله اكبر؟ شوف يا استاذ محمد، اولا تعقيبا على كلام سيدنا الشيخ يوسف، انا سافرت اكثر من دوله،
القراءة لها أو القارئ المصري لا زال محتفظ برونقه ولا زال محتفظ بقيمته. السميع المصري لا يعلى عليه، يفهم لو يعني لو السميع فهمك يقدر يعني انت من المجتمع، يعني انت ممكن تكون في اسوان مثلا يكون في مثلا 200 300 فرد، ممكن تطلع منهم باثنين ثلاثة سميع. سميع يعني السميع سميع. وخلي بال حضرتك السميع اليومين دول يتعبك. ليه بقى؟ اولا انت بقى عايز تريح ودني. ان القارئ المتمكن الصح زي ما قال سيدنا الشيخ احمد، اللي ما يعني معلش ما يجعلش الاداء النغمي يغلب على الايه الحكم التجويدي، لان التجويد قاعده ضبط اصول لا يمكن التعدي عليها اطلاقا. اداني حركتين يعني حركتين، اداني اربعه يعني اربعه، اداني سته يعني سته. اما بالنسبه للسميع، السميع اللي يفهمك ويعرف انت بتقول ايه، ده اسمه السميع، ولا زال موجود والحمد لله. وان كانت احكام التجويد عشان يبقى قادر يفهم الموازنه اللي انت بتعملها ما بين الموسيقى وما بين الاحكام. استاذي انا 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 بقول لحضرتك، انت لما تيجي تقرا شوف الحكم اللي قدامك. النغمه اللي انت بتقول بيها او المقام اللي انت بتقول بيه، ان في معلش في بعض الناس بتعيب على على كلمه موسيقى، احنا مش هنقول موسيقى، النغم. بس الشيوخنا الكبار كانوا بيقولوا موسيقى. لا معلش لكن مش عايزين نخوض في اشياء اخرى، لان هو اساتذتنا الكبار يعني سيدنا الشيخ مصطفى، سيدنا الشيخ محمد رفعت، سيدنا الشيخ ابو العلين الشعيشه، لا ده يعني ده يعتبر يعني اقرب يعني المتوفين الذين كانوا يعني من كبار العباقرة، سيدنا الشيخ أبو العنين. وعلى فكرة سيدنا الشيخ يوسف من 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 كبار الناس اللي متقلد سيدنا الشيخ أبو العنين. مروح له دلوقتي. بس خليني أقرأ زمان. الشيوخ الكبار كانت قامتهم الشيخ عبد الباسط والشيخ محمد رفعت، كانت قامتهم يعني كبيرة وعالية في البلد دي، كانوا أشهر من المطربين الموسيقيين، وكان بيتلمز على ايديهم كمان الموسيقيين المطربين. هل شايف انه قارئ القران الكريم في مصر دلوقتي بيتمتع بنفس المكانه ولا عنده مشكله؟ ثم في مكانه والجيل الجديد في مكانه ثانيه. فالقارئ الكبير يعني دي مدرسه ودي الاصل. فحتى دلوقتي في امكانيات اصلا للقارئ الجديد عن ايام زمان. زي يعني مثلا ايام زمان يعني ممكن نادر ان لقيت واحد مسجل فيديو او كلام من ده، او في نقاء في الصوت. دلوقتي فيه ما شاء الله استوديو يعني استوديوهات على اعلى مستوى، يعني بتريح القارئ. بتفرق ايوه. من ايام زمان كان وحتى في الميكروفونات والسؤال وكلام من ده، كان ميكروفوناتهم ايام عاليه جدا، تروح تسمع القراءه مفسره طالعه من القلب كده يوصل لك النغم وكلمة. ما انا الوقت في احيانا يعني مثلا خربط شويه، يعني في تردد زياده عن اللزوم، يعني بتضيع برضه يعني ايه الصوت نفسه الحلقه، بتضيع الصوت وبتضيع الاحساس اصلا. طب شيخ احمد، دلوقتي احنا المصريين بيحبوا مقام معين في القرايه اللي هو النهاوند مثلا. أي. هل 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 ده صح ولا حسب الحالات؟ يعني مثلا انت موجود مثلا في عزا ولا في صوام ولا رايح تقرب، هل المصريين المقام ده هو اللي بيكسبهم ولا كل حاله ليها حاله معينه؟ هو طبعا الاول زمان مفيش حاجه اسمها مقام معين، يعني كان الشيخ يتبحر حول جميع المقامات بالتصوير النغمي في الايات. اما الان النهارده اصبح عند بعض الناس، يعني مش كل الناس طبعا، في سميع برضو عايزين مقام معين. مثلا هنقول مقام الرصد، مثلا الرصد والبيات، فتلاقي اغلب القراء يقرؤون من مقام الرصد. لما نقول حاجه بالرصد كده الناس عشان تفهم ايه الفرق لهم بالمقامات،
طبعا هنقول مثلا آية بمقام الرصد، نقول مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني المقام هنا مقام الرصد ده في التصوير النغمي هو يقولوا ايه، هو ابو المقامات، هو ابو المقامات، لان في من التعبير والشجن، وفيه تقدر تتحول منه على مقامات اخرى، هو مقام البياتي. فهو بقى عند لو جبنا البياتي بقى واستخدمناه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله. يا سيدي يعني ده مقام البياتي. طيب انت بتختار بقى على اي اساس؟ يعني على حسب المكان ولا على حسب الايه ولا على حسب حالتك انت النفسيه؟ طبعا انا لابد يكون عندي فقه التصوير النغمي. بمعنى انا مثلا بتكلم عن ايه جنه او عن ايه عذاب، استحالة يكون نغمة دي زي دي، لابد من التصوير النغمي. مثلا الجنة هنقول فيها مثلا مقام نهاوند، مقام فرح، مقام فرح، ما اقدرش اقول فيها صباح حزن، نغمة حزن في الجنة. طب ليه؟ يبقى احنا عايزين نفرح كلنا في الجنة، يبقى لازم اقول مقام هي الروح المصريه، وقت الفرح الفرح، وقت الحزن بالظبط. طب هنروح بقى ناخد الايات الجنه وايات العذاب من عند الشيخ يوسف. لما نقول ايات الجنه على ايات تخص الجنه والفرح والبشرى على النهاوند نقولها ازاي؟ اشمعنى حضرتك اول مركز على مقام النهاوند؟ يعني مصريين بيحبوا النهاوند. النهاوند يعني الفرق، زي ما الشيخ احمد قال كده، انت ازاي بتختار المقام على حسب ايه؟ لا المصريين بيحبوا السيكا قوي. السيكا كمان؟ هنجيلك دلوقتي. السيكا ويحبوا الرصد عشان في رص. هنروح دلوقتي عند الشيخ سيد يوم معانا طويل. اديني بقى لو احنا بنقول ايه على 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 الجنه فيها فرحه فيها بشرى، ايه المقامات اللي ممكن نستخدمها؟ هو موضوع المقامات ان انا اخصص مقام بمعنى معين، ده انا صراحه ما بشجعوش او ما بحبوش. انت مختلف مع الشيخ؟ مختلف في الموضوع ده. لان انا عايز اوصل معنى معين، انا بوصله باحساسي مش بالمقام. المقام ده عامل مساعد، لكن مش هو الاساس. بس انا عشان نطبق قدام الناس عامل صحيح. لو انا بدي حاجه فيها بشرى وفيها جنه على النهوة نتيجه ازاي؟ نقولها للناس ازاي؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله تعليق. وممكن برضو نقوله من مقام الرصد هو فرح برضو. لما نقوله شخصيا مقام الرصد نقوله ازاي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم
دلتاوي ده دلتاوي تحسه مورجن. لو انت اختار تقوله بقى او هتقوله ازاي؟ ولا انت مع الشيخ يوسف عاوز تقوله باحساسك؟ وجب على القارئ المصري الصح، القارئ الصح اللي بيتعامل على الاطر القديمه او على الوضع القديم ان يتعامل على التصوير النغمي الصح. يعني مثلا زي ما قال سيدنا الشيخ يوسف، هنيجي نقول ايه مثلا؟ وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. ده خلاص، ده يعني ده تصوير لحال الكافر. طيب لما هتيجي لحال المؤمن هتفرح المؤمن، هتقول ايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. في فرق احساسك انت، شغل احساسك لكن ما توظفش المقام على احساسك. خد عليه بقى شغل. انا مع الاحساس طبعا، مع التبقيه. نقول للناس تقرا باحساسك توصل للناس المعنى. طب نقول للناس حاجه، يعني حاجه فيها فرح وفيها فيها بشرى عند ربنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهو الموسيقى هو عمل مساعد، كلام الشيخ سيدنا الشيخ يوسف جدا. اما انا رد كله على الاحساس. طيب ولو حاجه فيها وعيد مثلا؟ وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. طيب هرجع بقى للشيخ يوسف علشان هو اللي حل الخناقه دي. مش خناقه، الاحساس ولا وجهه نظر بس؟ مين بيجي قبل اول؟ لا الاحساس طبعا مش المقام، لان المقام انا بوظفه عشان يطلع صوتي بالصوره اللي انا عايزها. انا دلوقتي صوتي تعبان اعمل ايه؟ مش مثلا مش هيقول مثلا مقام الصبا دلوقتي كويس، مش هيقدر يوصل المعنى. لا يبقى انا ممكن صوتي هقول دلوقتي بياتي بس هيوصل المعنى صح. فهي دي الفكره. يعني مثلا انا هدي مثال، هقول مقام الصبا مثلا، وهقول انا هقول مقام الصبا في آية الجنه، لأن الكل دلوقتي قالها في آيات الوعيد. تمام؟ طب أنا ممكن أقول الصبا بوجهة نظر الواحد متشوق لرؤية الجنة ودخول الجنة، وبرضك هيبقى فيها فرح بس مش هيبقى فيها الحزن. مش هيبقى فيها الحزن. دي فلسفة. هو ده يا جماعة اللي بيميز المدرسة المصرية يا جماعة، هو ده الموضوع، مش مجرد كلام بيترص لما قعد ودان، هو الإحساس. بس خلينا ناخد الأول الجنة بمقام الصبر ونشوف الإحساس بقى وفلسفة الشيخ يوسف علاوي. اتفضل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله انا مقتنع خلاص، انا اشتريت. هو في حزن الاشتياق. يعني حزن الاشتياق. يا خير خلق الله يا إمام المجاهدين.
عايز اقول ان التصوير مش في ايات الجنه والنار بس، لو يعني لو قدمنا اي واحده هتلاقي مثلا وترى الملائكه حافين من حول العرش، من يعني معلش القارئ يصور ان الملائكه تحف. كيف تحف الملائكه في السماء؟ يبقى من المفترض، من معلش من المفترض ان انا لما اجي اقول وترى الملائكه حاف ارفع في حاف، لاني معلش هي الانسان محفوف بالملائكه، فالملائكه مش ارض. هنا التصوير بيرقى الى يعني ما تشتهيه النفس. طب نقولها ازاي بقى؟ نقول مثلا ايه؟ فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله، هي اسمها مصر علشان كده الموضوع سهل، اسمها مصر عشان عندنا الشيخ زايد هو اساس كل حاجه ان شاء الله. طب انا عاوز بقى اروح لنقطه ثانيه مهمه. انا كنت عايز اوصل بس حاجه، ان طبعا الموسيقار محمد عبد الوهاب كان مشهور عنه ان هو كان بيخاف من مقام الصبا، لانه كان بيخش فيه في الالحان ما كانش بيعرف يطلع منه، لانه مقام حزين وبيشدك للاحساس بتاعه غصب عنك. فكان طبعا عندنا الملحن الكبير بردك الشيخ زكريا أحمد، وهو شيخ أصلاً، وهو من تلامذة الشيخ علي محمود اللي هو مؤسس فن الإنشاد والتلاوة، والاثنين سواء محمد عبد الوهاب أو الشيخ زكريا أحمد الاثنين كانوا في مدرسة الشيخ علي محمود، وكانوا في البطانة بتاعته، كانوا بيقولوا وراء طبعاً الموشحات الدينية أو الابتهالات التراثية القديمة. فكان الشيخ زكريا أحمد طبعا ملحن مثلا أغنية هو صحيح الهوى غلاب صبا، وملحن أغنية القطن فتح عنا البال صبا. انت ما تيجي تسمع القطن فتح عنا البال، طبعا القطن بهجة لمصر، فدي حاجة ودي حاجة. فده بس انا بثبت وجهة نظر، هو مقام واحد بس انت اثبتها خلاص. اثبتها بالإوالة، انت قلته خلاص واثبتها. بس انا عاوز دلوقتي اسألك على حاجة تانية دلوقتي. الجمهور دلوقتي يعني في المكان بيختلف عن مكان، يعني تروح مثلا حته في الدلتا غير لما تروح في الصعيد غير القاهره بيختلف. اكيد طبعا، اكيد كل حته ليها لون معين عايزه تسمعه. يعني طبعا انت بتعرف، طبعا يعني انت مش بتقرا بس، لا انت بتبقى دايما عينك على السميع، الناس معاك في الجزء اللي انت بتقوله ده ولا لا. طبعا يرتبط حاليا كمان ان انت يعني ادوار معينه او اربع او ايات معينه الناس بتحب تسمعها عشان هي تقول معاك، زي مثلا زي آل عمران ولله ملك السماوات والارض، سوره مريم، يوسف، الاربعه المشهوره يعني. اخر ياسين في شيء محمد في مصر انتشر كده واشتهر بسبب سوره يوسف، ايه علاقه بقى المصريين بسوره يوسف يا نعم عزيز المصريين، ايه علاقتهم بسوره يوسف؟ شويه طبعا هو يعني معروف ان سيدنا يوسف كان مقيم في مصر، فهم يعني بيتمعنوا قوي في القصه وما فيها. لكن معلش انا 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 اعيب على 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 اللي يقول لك ايه، انا ما احبش سوره كذا الا من فلان. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طب سيدنا الشيخ محمد رفعت قرأ سورة يوسف من أبدع وأجمل وألذ ما قرأ. يعني لما يجي يقول لك إيه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت. طب ما تقولها لنا وتقولها إزاي؟ يعني معلش سمعها لنا يا مستر، سمعها لنا. ما إحنا جايين نقول للناس، إحنا جايين نقول للناس مش هنتكلم. آه طبعًا. وراودته التي هو في بيتها
الأبواب وقالت ويرجع تاني بقى وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. راسك ابوسها والله. الله الله راسك ابوسها والله. يعني احنا قرانا في الارياف قرانا في المدن ولكن تعالوا استوب شويه ولكن الارياف الواحد بجد فيها سماعه اكتر في الارياف عن المدن. ازاي بقى اشرح لك كده عشان انا كمان ملاحظها. يعني مثلا بننزل نوحينا في المنصوره بنزل مثلا قرى حوالينا بتجد فيها ناس سماعه يعني سمع لي الشيخ مصطفى سمع لي الشيخ حمدي سمع لي الشيخ حسان يا مظلوم الشيخ حسان ظلم الشيخ حسان ظلم معلش حاجه كمان لسه فرينا بس محمد ان السميع بتاع زمان هو كان بيوجه القارئ واحيانهم كان بيعلمهم المقامات يعني بيقول له القارئ يعني في العصر القديم طبعا ممكن ما كانش عارف مثلا ده مقام كذا فيقول له دي كذا دي كذا ويبدا يفهم خلاص ان دي كذا خلاص انا احفظها. الكلام ده حصل مع سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل وكان يوجهه لا مش عايزين مش القفله دي مش عارف كده يقول له عيد القفله تاني لا السميع بتاع زمان كان بيوجه مش طيب كل واحد الشيخ سيد دلوقتي جاب الشيخ محمد رفعت كل واحد فيكم ليه واحد من الكبار هو القدوه بتاعته هو المدرسه بتاعته الشيخ احمد مين بقى سيدنا الشيخ مصطفى طب ما نقول زي فدعا ربه اني مغلوب فانتصر يا سلام ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا الله أكبر كان أولى برضو قام له الصبع فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا سلام والله الشيخ مصطفى اسماعيل لو كان موجود انا ارحمه كان مبسوط جدا طبعا مبسوط جدا طبعا اللي كنا على لا وهو كمان هيبقى مبسوط لا والله احنا عندنا امتدادات يا جماعه ما تطلعش الشيخ احمد بقى مين من الشيوخ الكبار هو طبعا انا بحب الشيخ محمد عمران وبحب جاي لي على الوجع هو دلوقتي جاي لي على الحبيب يعني بس خلي بالك انت هتقول للشيخ عمران اقول الشيخ عمران حبيبي فقول بقى مظبوط وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وجاءوا
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت حاجة كده يعني. لا انا انبسطت والله. انا عيطت. الله يكرمك. روح بقى للشيخ يوسف. هتقولي مين؟ اولا انا كنت بقلد حوالي 11 مقرئ. طب ما نقلدهم دلوقتي حالا. انا لا ما انا طبعا مش فاكر خالص دلوقتي لان انا حاولت ان انا اطلع منهم بصعوبة جدا لكن الفضل الاول والاخير اللي كان استاذي الاستاذ امام الوسيني رحمة الله عليه وكان في بطانة الشيخ نصر الدين طبار فهو أنا قعدت سنة مش عارف أقرأ كله أقرأ آية أخش عباسط أغلب من شيء لحد ما هو صراحة اللي علمني أن أنا أقول بصوتي وطبعا يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته ويأجره ويجزي عنا كل خير فهقول مثلا دلوقتي اللي أنا فاكره يعني الشيخ المنشاوي مثلا حاجة عظيمة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله طبعا انا نفسي اسمع حاجة الشيخ يوسف كامل بهتيمي كامل يوسف بهتيمي انا ساعات بحس ان هو مظلوم انت رأيك هي مظلومة ولا مش مظلومة شخصية انا؟ الشيخ البهتيمي مظلومة ولا مظلومة؟ والله الشيخ البهتيمي من أقرأ ومن أعلى ومن أرقى ما أنجبت مصر سمعنا بقى الشكام والله إن شاء الله كده ربنا يمين الله ذات نفسه يقول لك سيدنا الشيخ رمضان ايوه
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما عليك يا شيخ سيد، لما نقولها بقى بطريقة الشيخ سيد كده ما هو هيروح فين فين يعني؟ لا لا هيروح يعني، جاب كل دول مش عارف تجيب الشيخ سيد وردة. وعباد الرحمن اسمح لنا حتى الحصر بقى. والمؤتفكة أهوى الافطار. ايوه هو ده لحظه الاداء. انت كنت عاوز تقول حاجه للشيخ الحصري؟ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تعقيب ده صغير سيدنا أستاذ محمد سيدنا سيدنا الشيخ الحصري رحمة الله عليه، مش هنقول بقى من أقرأ ولا من أكفأ ولا 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 لا 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 لا، سيدنا الشيخ الحصري بيتميز بحاجتين قل ما تجدهما في أي قارئ. الصوت العذب الجميل جدا جدا جدا، السهل السهل الممتنع، مع الأداء القرآني السلس والحكم المحافظ عليه جدا 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 جدا. صح. يعني لما يجي يقول لك مثلا، معلش بعذنك سيدنا صلى الله عليه وسلم، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من الله. هو ده السهل الممتنع. هو ده السهل. طيب هنيجي بقى للسؤال اللي هو
الوحش شويه. ايه المشاكل اللي عند القراء في دوله الدراما المصريه، عند القراء الحاليين سواء شباب او كبار؟ والمشكله طبعا البضاعه قليله يعني قله اهتمام ولا قله فلوس الدوله؟ قله اهتمام طبعا، قله اهتمام. بس انا عاوز اعرف ايه معنى البضاعه القليله؟ يعني القارئ ممكن اللي بيطلعوا يقرأوا حاليا ممكن يكون هو حافظ ثلاث اربع وربعين هنا ربعين كمان يقولهم هنا يقولهم هنا، هم بيتغيروش اه زي حال كل حاجه في البلد يعني. وبيطلبوا منه كمان هو اللي هو اتكلم عن البضاعه قليله بل يمكن هو مش حافظ اللي بيقول بس يعني ما هو كده يعني بيقول له انا سمعتك في النمل في الميتم الفلان اقرا لي النمل النهارده بقت هي النمل دي نمل دي نمل دي بقى تحت الطلب في نمل في فارسي وفي نمل وعدم الفرصه. ايه اكتر حاجات بتطلب في الميتم؟ اكتر حاجات اكتر حاجه سوره زي ما قلنا يوسف مريم انا اعقب بس على كلام سيدنا الشيخ يوسف بالنسبه للمشاكل اللي بتصادف القراء اللي موجوده او اللي موجوده حاليا. المشاكل كتيره لا حصر لها، اولا مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه. المشاكل الداخليه رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة وألف أن القارئ المحدث لا يستطيع أن يتقبل النصيحة. يوم ما تقول له أنت غلطت في كذا يقول لك أنت بتغير. يجاهلون العلم أعداء. يعني أنت يعني مثلا ما تيجي مثلا أنا صادفت مرة كنا في ميتم كان معايا الشيخ يوسف وسمع أحد القراء وطبعا فعمك الشيخ يوسف من النوع اللي هو ايه دم محامي يجي يتكلم عاوز صح فقلت له بص ما يعني لا داعي علشان خاطر من ايه ان احنا نبقى منبوذين وهنبقى مكروهين فخلاص داعي الملك للملك وكل حاجه معلش هو ده مش ساكت عن الحق لكن بنقول ايه ان القارئ الصح لما بيجي يوجه التوجيه بيبقى ضد حضرتك مذيع لما بتيجي تلاقي مثلا مذيع صغير طالع في نفسه كده وشامم نفسه قوي او مذيعه ولكنتها زي الزفت معلش اي حد بيقول له بلاش ما تعملش كده يقول لك ليه عشان ايه هو انت عشان وصلت خلاص صح ولا لا صح فده اللي بيتقال يا استاذ محمد انا نفسي في حاجه يعني ان القران ما يكونش مرتبط بالعزاء بس نفس القران يكون في كل حياتنا في الفرح وفي الحزن في كل وقت ما هو يا استاذ احمد من يوم ما قلت الكتاتيب كانت الكتاتيب بيبنى عليها بقى اللي عايز يقرا ختمه قران بيجيب الشيخ صحيح اللي عايز يعمل لا مؤاخذه طهور بيجيب الشيخ طيب اعتقد احنا كده وصلنا لاخر رحلتنا وزي ما بدانا هنختم اسيبكم مع شيوخنا الافاضل الاربعه اعتقدش ان في ختام ان شاء الله هنقرا سوره الضحى كاملة وان شاء الله يعني هي تنال اعجاب ان شاء الله الاخوه المشاهدين ان شاء الله ونرجو ان احنا ما نكونش ضيوف يعني لا بالعكس خالص ثقيلين عليهم ان شاء الله ضيوف القران عمرهم ما كانوا ضيوف ثقلاء على اي حد ربنا يبارك فيك زي ما بدانا هنختم ما فيش ختام افضل من القران الكريم واسيبكم مع شيوخنا الاربعه في لحظه الختام والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا ووجدك عائلا
فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.